السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا نقول في هذا المساء: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأننا خير من تسعى به قدم، وجاهل غره من ضحكنا فحكى حتى أتته يد فراسة وفم. نحن في فقرة الرادار، أنا وأبو عبد الله وعلي الغامدي، لا ترهبنا التهديدات ولا تلوكنا تلك الأقلام التي تهددنا في تويتر أو على الشاشة أو في غيره. وكلمة الحق سنقولها، وإن علمنا أنها سنوقف أو سنعاقب أو سيطبق في حقنا أيا يكن، لأنه لا يغرنا طريق الباطل وإن كثر السالكين فيه، ولا يغرنا طريق الحق وإن قل السالكين فيه. لذلك وبناء على ما تقدم نقول: اليوم مجنون يا قايل طفت توه عمر دخانها. أول شيء فريق الرادار وفريق برنامج كاريزما يوصل لأبو عبد الله سعود العتيبي أحر التعازي والمواساة على فقيدهم. أسأل الله تعالى أن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأن يرزقنا وإياهم الصبر والسلوان، وأن لا يفتننا بعده. توفى ابن عم أخي وصديقي سعود بن تركي، أبو عبد الله سعود بن تركي بن حبشان العتيبي، صلى الله عليه، الله يغفر له. حياك الله أبو دخيل الله في هذا اليوم الذي هددنا فيه، في هذا اليوم الذي علمنا أن المتسابق يشوم عن فقرة الرادار. مرحبا ومسهلا. صباح الخير على الجميع وعلى السادة المشاهدين ما عدا أبو سلطان. صباح الخير على الجميع في كل أصقاع الكرة الأرضية، لمن لا يخطئ ولا يخاف من الخطأ، لمن يعتقد أن كلامنا موجع دائما، لمن يعتقد دائما أن كلامنا ليس الصواب وهو يعي يقينا أن كلامنا يأتي على الجرح ويكون الملح دائما على الجروح ودائما يوجع. لكن حلقة اليوم إن شاء الله بتكون مقمدعة، وبنشوف بالأدلة بإذن الله. حياك الله أبو دخيل الله. الله للأمانة في محاور اليوم كثيرة، سمعت ولا لا؟ أعطونا أول شيء. إحنا لا ما أبغى، أنا ملخصات ما أبغى، الملخص اليوم في عقلي أنا، اليوم الملخص اليوم في عقولنا.